السلام عليكم. النهاردة هنتعلم ندمج الألوان مع بعض. هنلون شجرة، الشجرة دي اهو زي ما انتوا شايفين الألوان كده، وهنتعلم ندمج الألوان مع بعض ازاي ونطلعها حلوة كده. قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشاهد الفيديو او اول مرة تزور قناتي، اتمنى انك تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو، ولو تعمل تعليق او لو عايزين رسمة معينة او حاجة معينة اطلبوها وانا هعملها لكم. وهنشتغل اهو زي ما انتوا شايفين باللون الاخضر والاصفر، واللون الاخير ده برضو اخضر بس الشكل بتاع اللون مختلف من بره. وهنبتدي كده بالاخضر الغامق، نعمل كده من بره، من بره الشجرة نفسها زي ما انتوا شايفين اهو، ما بسيبش خالص فراغات. الفراغات دي يعني ان اي حتت بسيطة بعيد عليها تاني. عملت كده الاخضر الغامق حواليها كلها، وهبتدي بالاخضر الفاتح اهو زي ما انتوا شايفين، اعمل في الجزء اللي في النص اهو، بعيد مرة واثنين وثلاثة عشان ما اسيبش اي فراغات. فراغات يعني حتت بيضة صغيرة، او نسيب جزء بين اللون، بين اللون واللون التاني. خلصت اللون الاخضر الفاتح، وهنا باللون الغامق برضو حوالين التفاح اللي في الشجرة هبتدي احدد حواليه، مش عليه، حواليه هبتدي احدد باللون الاخضر الغامق او كده. حددت كده زي ما انتوا شايفين حوالين كل تفاحية بالاخضر، وهبتدي بالاصفر امشي على الشجرة كلها من فوق ما عدا طبعا التفاح. زي ما انتوا شفتوا عدت بالاصفر عليها كلها، وبعدين بالاخضر هنا في اماكن بس عايزه اغمقها عشان ما تبقاش بس واخده شكل درجه لون ولون. وهنا ببتدي اهو الون التفاح باللون الاحمر
برضو ما بسيبش اي فراغات خالص، وبعيد مرة واتنين وتلاتة. كده خلاص، خلصت الجزء بتاع الشجرة من فوق، وهبتدي في الجزء اللي تحت طبعا باللون البني، وبلون كل الجزء اللي تحت. وبكمل اهو بقيت الوان الجذع اللي تحت بتاع الشجره باللون البني الغامق. كده خلصتها خلاص، فيها فراغات بسيطه صغيره انا سايباها عشان برضو هعملها باللون تاني عشان ابقى ادخل اللونين مع بعض. وكده بدمج الالوان اهو، بعيد عن الحاجات البسيطه الصغيره بنفس اللون اللي هو البني، وهنا بلون برتقاني اهو. وهبتدي اخد بس الاجزاء اللي بره هنا اللي هو الجزء الجذع اللي تحت الجزء بتاع الشجره من فوق على طول. فتح لي اللون البني سنه صغيره. خلصت خلاص اهو الجزء اللي انا عملته بالبرتقاني، وهبتدي باللون الاصفر، والاصفر هيدينا لون مختلف خالص، هيفتح معانا اماكن معينه اهو. الاجزاء بس بتاعت الجزع من تحت هعملها بالاصفر اهو زي ما انتوا شايفين، بيطلع لنا نفس اللون البني بس بيفتح لنا مكان، يعني زي بيدينا ظل ليها، مكان بيدينا فيه ظل ومكان بيدينا فيه نور بس بالالوان. ودي طريقة لدمج الألوان. بالاخضر الغامق هلون كده الجزء اللي تحت، اللي تحت الشجره زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلصت الجزء كله خالص اهو، وبالاحمر هبتدي اعمل التفاحيه ده اللي تحت دي. خلاص كده التفاحية خلصت اهو. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك او كومنت او شير، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. متشكرة جدا ليكم.